السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا بكل مكان، الله يعطيكم الصحة والعافية. شلون حجية؟ الله يسلمك حبيبي. السلام عليكم حبايبنا، ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية دائما يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين. طبعا اليوم كنت مشغول كلش، الحجية زعلان علي، تأخرت عليها، صار الدنيا الليل هسه مو لا ما زعل لا ما علي. تزعل علي، بس أنا والله كنت كلش مشغول وهسه جيتها، وإن شاء الله نبلش هسه بالفيديو. شو راح نسوي اليوم؟ يلا حنسوي كبة برغل وجريش. يابا كبة برغل وجريش، هواي طلبوا هاي الكبة برغل وجريش، وإحنا سويناها قبل مو صحيح؟ اي بس المشكله وين، هوايه يعني من المتابعين قالوا انه تفرط وياهم يعني وقت القلي، وقت اللي هم يشتغلون بيها يعني ما تتماسك مو صحيح، فراح تشوفين اليوم شو حنسويه مو ان شاء الله. ان شاء الله فخليكم ويانا حبايبنا وشوف حجيش محاضرتنا اليوم. اليوم ما شنو المكونات مالتنا اليوم؟ عندنا برغل اي وعندنا جريش. زين راح اخلي كل من كل شكل اي كوب ونص. كوب ونص زين، وبعدين هاي هنا كمون ايه؟ خاشوقة صغيرة، خاشوقة وسط ملح ايه؟ نص خاشوقة فلفل أسود، هاي بصلاية، هاي ويا العجينة. ويا العجينة زين ايه؟ هنا أنا ويا الحشوة. ويا الحشوة هاي هنا بصلاية ايه؟ هاي هنا نص كيلو لحم مفروم. نعم هنا هاي الخاشوقة صغيرة، هنا نص خاشوقة فلفل أسود، هنا خاشوقة كمون صغيرة ايه؟ وهنا ملح خاشوقة وسط. حلو، يعني ذني صغار وهاي وسط. ايه حلو ممتاز. باول شيء شنو راح نبلش، بالعجينه لو بالحشوه؟ اول شيء راح انقع البرغل ويا الجريش. نقعي اول شيء. يلا توكل على الله. بسم الله. خلينا نغسله اول. خلاص هسه نحط الكميه. هسه هاي كوب ونص برغل، كوب ونص جريش. ايه؟ وتنقعيهن سوا. اغسلهن اول وانقعهن. ايه؟ شوفهم شلون. زين حجي اكو واحدة من المتابعات قالت صار بيه مي زايد، شنو نسوي يعني؟ هاي لما نقعتها هي نقعتها نخليها مي زيادة وياه. زين تقدر تخلي وياه لو طحين اسمر اي، لو تخلي وياه سميد اي، لو تخلي وياه جريش. لو تخلي وياه جريش اي لحد ما تشوفه يعني صار شوية زين. ايه؟ خليه تريح ربع ساعة. هاي قصدها العجينة، هي العجينة صار العجينة ايه؟ صارت كلش مايعة يعني صار بيها بيها مي هواية. لما انحشتها تفككت كليتها. هذا الحكي اي، فحاول تثخنها يعني، تحاول تخلي اقل مي. اي تخلي اقل مي، او ايه؟ اذا صار بيها مي زياده ولاصت بعد فش تسوي في هاي الحاله؟ تخلي طحين. اي لو تخلي سميد اي، لو تخلي وياها جريش. لو تخلي وياها جريش عمود تثخن شويه. موجود عندها بالبيت. زين عمود تثخن وتصير تتماسك. هاي كوب ونص. كوب ونص. هاي برغل. هاي هنا الجريش. هاي كوب. هذا كوب. هذا نص. هذا نص. حلو. زين. هسه نغسلهن. زين توكل على الله. سوى شيء الخلط. اي. احنا كل مرة نخلي وياه لحم اي شرح. هالمرة ما راح اخلي وياه لحم شرح. زين. يعني تخليه ذني براسه، يعني ما تخليه وياه اي لحم ويا العجينة. اي. حلو. وشكرا جزيلا على تعليقاتكم الحلوه. اخر تعليقات حجيه مال الفيديو الماضي ايه؟ كل واحد طلب دعاء، كل واحد طلب اي شيء، الحجيه بصراحه لبت النداء مباشره يعني، فما تقصر وياكم والله. ان شاء الله ما قصر. ان شاء الله تعليقات حلوه ما شاء الله عليكم. ايش نخلي شويه مي وياه حتى يشرب البرغل ايه؟ بالجريش. حلو. حتى ينفش حتى نقدر نسوي. ممتاز. هسه ورا ما غسلته ايه؟ اخلي وياه الملح وخلي وياه الكمون وخلي وياه الفلفل الأسود وأخلطه حتى يشرب من عنده. هسه نخليها ساعة. زين بخلال هاي الساعة طبعا هسه شنو يعني تغطيها عمود تنفش يعني؟ هي غطيها ونبلش بالقيمة مالت اللحم. القيمة مالت اللحم اللي هي الحشوة. ايه. بسم الله غطيها. زين خليها على سطحها.
خليها على صفحة ونبلش هنا. واي حبايب، هسه الحجية ثرمت البصل. طبعا بس منأخر ونطول الفيديو، فلذلك نسوي مرات شغلات سريعة سريعة. فهي ثرمت البصل بهالطريقة، هاي صغار صغار. هسه شو حنسوي حجية؟ هسه رح نسوي البصل اللحم على النار. هسه رح اخلي زيت هنا بالطاوة، زين زيت قليل لان هي اللحم بيدهن. مضبوط. رح اخلي بس تحمى شوية، اي اخلي بيها البصل. بس رح اخلي البصل انا ما اخليها لحد ما تصير على صفار، اي تستوي ويا اللحم. نعم، هذا لحم غنم مو؟ هذا اللي انت ثارمتي؟ الحجيه هي تثرم، ترى ما تجيب مترم جاهز، يعني هي تجيب الجون مثلا طلي نص طلي هالشكل يعني، وعلى ايدهم كل الشغل على ايدهم معروف يعني، فيثرمون بالبيت. هم يحبون لان يعني نسبه الدهن يعني يحبوها بطريقه معينه، فلذلك يثرموها على ايدهم يعني هنا على ايدهم تسويها. حلو، بس هاي مرة تقريبا دقيقتين مخجية؟ ايه زين، فصارت بهالطريقة. بس راح نخلي عليها البهارات، هاي الفلفل الأسود. هاي الريحة شلون؟ هاي الهيل، مو طبيعية الريحة. هاي الكمون، وهاي الملح. طبعا بس اخلصها، اي راح اخليها بالمصفى هنا زين حتى تتصفى من الدهن، اي وتبرد على الاخر. حلو، حتى نسوي بها الكبه، اذا تخليها هيك بيها الدهن مالتها يتفتح كل الكبه زين، يعني لازم تبرد شويه وتصفى. تبرد على أي. الاخر. حلو زين، حتى لو يبقى شويه دف بها عادي يعني، اي مو حاره زين. تتصفى من الدهن في المصفى، هسه اشوفها حتى شنو وتنفقدهم بالكبة. يلا هاي شنو الشغل على اصوله. بسم الله. حجي شلون الصوره هيك ويا الدهن الحار؟ انا اخذ هيك صفح على الدهن الحار وارجع. شوف ايش قد ينزل من عنده. اي وايد. إيه هذا لازم ما يبقى باللحم، إيه لان هذا يخلي الكوبايه يعني تتفتت. تتفتت اي. نعم. بس راح اديرها هنا. اي. خليها على راحتها تبرد. زين. نشتغل بيها على ما يصير البرغل. يلا ان شاء الله، خلينا يعني ننتظرها هاي شوي ونرجع لكم ان شاء الله. ان شاء الله. رجعنا لكم حبايبنا، هسه هاي مرت ساعة على البرغل والجريش. هسه شنو؟ هذا الترتيب مالته. هسه شرب كل المي. زين. هسه ما بي مي. خليه محضرة الطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. عادي. عادي. بسم الله الرحمن الرحيم. وياها بصل. شلون؟ فادرها بعد شوي. بعد شوي؟ ايه. بس ما تخلى اي مي وياها بعدها هي. لا، اذا شفناها تحتاج اي ناشفة واحنا نشتغل بيها، اي نبلل ايدنا بالمي ونشتغل بيها. زين. هسه شلونها؟ هسه زينة. هسه حلوة؟ اي. زين. هسه راح نسوي ذنيشه كلهن مثل هالطريقه هاي مو؟ اي ماشي حبايب، بس شوفينا بالله حجي شلون مالت هاي. اي اي اوكي حلو.
زين حبايب، خلينا نخلصها ان شاء الله ونرجع لكم ان شاء الله، حتى يطول عليهم الفيديو. اكيد اكيد. هسه هاي خلصناها لمحاضره الطعام، هاي خلصت صارت عجينه هسه. هاي زين، هسه هاي هنا هاي اقدر اخليه بالمجمده، يعني اقدر اخلي نصه بالمجمده ونص اللحم بالمجمده عادي، وقت ما اريد اسوي طلع قبل بفتره يموع واشتغل بيه عادي. طبعا طلعنا برا الجو كلش حلو اليوم، ماكو لا مطر ولا شنو ولا عواصف، فالحجيه قالت خليني هنا أنا اشتغل شويه برا الجو طيب. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، راح نسوي قدامكم كم وحده اي، بعدين نكمل هن براحتي. بالضبط، على مش شنو عاود ما يطول الفيديو، يعني نشوفكم المرحله اللي بعدها ان شاء الله. عشتي ايش حجيه؟ ايه اهم شيء انا تكبسين عليها مو عمود شنو تلزم كلها يعني؟ ايه تكبسين زين يعني؟ يعني بالفره مالتها تكبس عليها زين على مود شنو يعني تنعصر كلها هيك تصير شنو قطعه واحده. اها آه فيها بس شغل عدل. يلا واحده ثانيه همين هسه هاي، ونخليك تشتغل على راحتك تخلصين ونرجع لكم ان شاء الله. محجيه ان شاء الله. اكو بعض المتابعين يسالون يقولون مثلا ليش ما تجيب الحجيه مثلا كرسي بالمطبخ تقعد يعني على الكرسي لما تشتغل وهاي، يعني انت شو تقولين بهالموضوع؟ شوفوها هسه هنا، شوفوا عندها كراسي، شوف هسه مثلا هنا احنا برا هاي كراسي هي واقفه، ما اعرف اشتغل وانا قاعده. اي ما تقدر الا تظل واقفه بهالطريقه هاي. تعرفين حجي انا ايش نسيت؟ ما قلنا جمعه مباركه اليوم. اي والله، مو انا جيت خطيه كانت تنتظرني وانا تاخرت وصار الدنيا ليل زين، وما قلنا جمعه مباركه. يعني جمعه مباركه عليكم ان شاء الله، واجعل ايامكم كلها سعيده يا رب. اللهم اجعلها جمعه مباركه عليكم اجمعين ان شاء الله يا رب. حبايب المتابعين ان شاء الله اشوفهم كل الخير والرزق. امين يا رب العالمين. ممتاز امي ممتاز. هسه عيني ذني حلوات ما احلاها، تخليها الامي الحجيه تخلص ذني ونرجع لكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله حجيه. رجعنا لكم حبايبنا، هاي الكميه هنا سويتها الحجيه ايش قد ذني؟ يعني ما نريد نحسب احنا، بس قصدي نص يعني هاي صينيه. هاي هسه هنا البقع هاي راح اخليه بالمجمده، هاي اللحم اي الحشوه وهاي البرغل. بمناسبه اللحم هسه تو هسه تو اجى تعليق حاليا حاليا فتقول المتابعه اللحم هي تتخبل من الزفره، شلون تودي الزفره من اللحم؟ تخلي بصل، تخلي بصل تودي؟ ايه. المهم يعني الاخت اللي علقت هذا التعليق فهو البصل يودي الزفره من اللحم. زين حجي هسه شو راح نسوي؟ هسه راح قسم راح نسلقه اي للبرغل اللي زين الكبر. هاي هنا هذا المي هسه فاير. بسم الله الرحمن الرحيم، لازم يفور المي ايه؟ اذا ما فاير يفرط الكبه. يعني تخليها هيك تفور تقلب المي ولا تخليها من الكبه؟ زين. ها راح تسوين سلق وقلي؟ اي زين. مو حتى شنو يعني يشوفون قدامهم. يعني تحاصريهم من جميع الجهات، يعني شوفيهم القلي وشوفيهم المسلوق، عمود لا حد يقول شنو تفرط وياي بالقلي بالمسلوق زينه. ايه؟ انت حتشوفيهم بالطريقتين ما تفرط. ايه؟ وما يعني تتفتت. حلو. هاي هنا خليناها بالماي، هسه راح اخلي هنا انا للقلب. حلو. وذيك المرة كانت الحجية العجينة مخلية وياها شنو؟ شرايح اللحم مو صحيح؟ اي لحم شرح. اللحم شرح يعني اسمه شرح. هاي هسه ما وياها لحم شرح. نعم. هسه هاي هنا القلب. نقليها. زين حجيه سؤال هسه شلون نعرف اذا استوت؟ بس تطوف لي فوق بالحبايه اي نشيلها. هاي بس تطوف يعني استوت هسه هي بعدها طيبه. طبعا انا نسيت اخلي الملح. اي لازم اخلي هاي خاشوقه كبيره ملح ويا العجينه؟ ويا المي. ها ويا المي.
وهاي كمون خاشوقة صغيرة. اي همينة حتى تصير نكهة أطيب. حلو. هاي ويا المي الفاير. أي. خلوها قبل ما تخلون الكبة أو هسه حجي خلتها ويا الكبة عادي, عادي يعني. شوف شلون. اي والله ذكرتيني بالكبة كنت تاكلها بالعلاوي. كنت اخلص شغل واروح العلاوي اضرب الاثنين. والله شلون شغل شغل عادي من مرعم. اي والله نوقف هيجي زين مطعم هيك فقير يعني مو مطعم راقي. اي وصمونتين وكبايتين هاني الفجريه ناكلها ونتوكل على الشغل. المغرب ارجع اضرب كبه وارجع للبيت. اسكتوا خلوهم ايام هسه هاي صمون. شوف شوف صمون حجي وراي. شوف عيني هذا الصمون. انا صمون وكبه اليوم. شنو العشاء؟ صمون وكبه. هسه شنو هديه؟ شوف عادي من الاخير. هاي ها اي ما صار هاي قبل خمس دقائق. بس هاي ما راح اخلي الباقيات. خلي الباقيات زين. هسه شنو حجية؟ هسه شوف طوفن. اي انا اصلا على بالمي الفايرة خمس دقائق بالضبط. ايه. ما طولا يعني. اصلا ولا فتفوتاي يعني ماكو فتفوتاية واحدة ما نزلت منهن كلهن على عدالتهن. اشوف اي اي بالضبط ما اشتيلش. هذا المي مثل ما هو ابد كل شيء ما تغير بي. اشوف اي حلو ما اشتيلش. شوف شلون جربها النوبة هم شنو تسوي لكم يعني عشان تحدي شيلها وتضربها هيجي بالقلاية عم شنو عم ما تقولون تفتت. اي هذا نفس الشيء. نفس الوقت هاي خلينا نأخذ واحدة. والله أنا شنو أريد أكلها بس قلنا خليها ويا التذوق. شوف شلون يعني هاي مسلوقة وهاي مقلية. بسرعة تطفيها. إي. إي. خبلاً. عرفتي ليش حبايبنا؟ هسه هاي افتحي لنا فد واحدة حجية من هاي. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اسمع الصوت. اي حار انت. بسم الله ما شاء الله هاي القلي. خلينا ناخذنا وحده من السلق. حلو هاي السلق. وخلينا هسه شنو نتذوق. يلا بسم الله. وهسه شنو يعني مرحله التذوق؟ طبعا ما نحط الحجيه بهالطريقه هاي مسلوق ومقلي سويه هالشكل شغل عادل. والله شنو من الاخير بس راح نطوق المقلي. بسم الله. مقسمة. ما تخبل. كلش طيبة بهاراتها كلش طيبة ويا البصل شغل حلو. كبة. هذا العشاء. ما ساب تسعة وانا ميت من الجوع فرحت عشا بس قلت حجيه مسوي طرشي وحركات ها شوي خضره طرشي مالته طبعا لا يعلى عليه. اقعد ويا وحده بيبسي شي نضرب العشا تمام. خلينا نشوف هسه شنو المسلوقه. مقليه مقسمه بس مسلوقه لينا ما شاء الله طيبه والله ذوب. والله شغل عدل من الاخير. الف رحمه على والدتك حجيه والله دوم ما تقصر. والله كلش كلش طيب. الصحة والعافيه. الله يعافيك ان شاء الله يجربونه وينجح وياهم وجمعه مباركه على الجميع ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين مثل ما قالت لكم ام الحجيه ان شاء الله تجربوها وتنجح وياكم هاي المره وما تتفتت. ونشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد مع تحياتنا قائد فريق امي الحجيه وانا ابنها محمود من استراليا. جمعه مباركه على الجميع ومع السلامه. السلام عليكم. مع السلامه.